حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود بن أبي هند عن رجل من أهل الشام يقال له عمار قال أضربنا عاما ثم قفنا وفينا شيخ من خثعمين فذكر الحجاج فوقع فيه وشتمه فقلت له لم تسبه وهو يقاتل أهل العراق في طاعة أمير المؤمنين فقال إنه هو الذي أكفرهم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة خمس فتة فقد مضت أربع وبقيت واحدة وهي الصيلم وهي فيكم يا أهل الشام فإن أدركتها فإن استطعت أن تكون حجرا فكن هو لا تكن مع واحد من الفريقين ألا فاتخذ نفقًا في الأرض وقد قال حماد ولا تكن وقد حدثنا به حماد قبل ذا قلت أأنت سمعته؟ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت يرحمك الله أفلا كنت أعلمتني أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسائلك؟